إخواني أخواتي، أولا نشكر نساء ورجال قصر الحمامي على استضافتهم بهذه الوقفة التاريخية أمام فضاء متعدد الاختصاصات. فأتعامر أو الحمام فوقاني فمثال يحتذى به في التضامن والتآزر، فهنيئا لسكان وساكنة الحمام فوقاني، تحية نضالية للمعتصمين وخط الاعتصام اليومي إلى أنه ما زال اعتصام ليلي أمام واجهة الجماعة ردا على تفكك الاعتصام. ثم تحية نضالية لأرباب الشاحنات، وأرباب الشاحنات لهم مطالب مشروعة ونصفق عليهم بحرارة لتضامنهم رغم ما ينعكس على البناء وعلى التشغيل وعلى مستوى التجارة، فإذا لهم من المطالب لا بد الجلوس معهم لتحقيق هذه المطالب وإيجاد حلول إيجابية ومشروعة. كذلك تحية لأسر المتضامنة مع المعتصمين ومع المحتجين. ثم لا ننسى أمامنا الصحافة المحلية التي تنقل الخبر ثم الخبر صورة وصوتا إلى ربوع بقاع العالم، فتحية نضالية مجددة لهؤلاء جنود الخفاء، جنود الصحافة. فغابت الصحافة الوطنية ولكن الصحافة المحلية حاضرة بقوة وبإشعاع نحو إذن العالم ونحو الوطن. تحية. شكرا. ثم تحية مجددة للجنة التنظيم. لجنة التنظيم من أجل سلامة وتأمين الوقفات والمسيرات الاحتجاجية. ثم تحية نضالية لجاليتنا بالخارج وبمدن المملكة. اسمحوا لي أيها الإخوة، كلمتي ستكون قصيرة جدا، ستتناول شقين. الشق الأول هو مادام أننا نحتج على قرار التفويت للشركات المتعددة الخدمات، الجهوية المتعددة الخدمات، هناك جانب مهم جدا وهو الصحة. كيف يعقل هذه المنطقة التي أدت ضريبة وطنية ما زالت تعيش مشكلة الصحة؟ ففي الأمس القريب، في الأيام قليلة، وفد الوزاري هام في المنطقة الشرقية جابت كل من الناظور وبركان وقرسيف وتوريس ولم تحل في هذه المنطقة، فالمستشفى ما زال ينتظر من يفتح أبوابه. لذا نطلب من جهات رسمية أن تستعجل لإيجاد حل هذه المعضلة. المسألة التالية تتعلق بمكتب المجلس. مكتب المجلس يخطو خطوات نارية لقطع الماء الصالح للشرب ليس على عامة المواطنين، ولكن يستهدفون التنسيقية المحلية للترافع من أجل قضايا في الجيش وكذلك المحتجين بدعوى أن هناك متأخرات. نعم هناك متأخرات، ولكن كنا في الوقفات الاحتجاجية وطالبنا من الساكنة أن تؤدي ما بذمتها ما قبل 26 أو 1 نوفمبر، أي من سبتمبر 2023 إلى وراء. ولكن مكتب المجلس مصر على قطع هذه المادة الحيوية فليتحمل إذن مسؤوليته. المسألة الثانية، مواطن اشتكى لي أمس
إنه أراد أن يؤدي فاتورة واحدة فقط، وهي فاتورة ديال 3 شهور، هي مني المسجل شتنبير 2023. فالمسؤول تما في المكتب، ما عرفتش مسؤول ولا غير احتياطي ولا غير معوض، طالبوا قال له خصك تخلص حتى الجديد حتى اليوم، وحنا اتفقنا اننا ما نخلصوش من اكتوبر حتى اليوم، اننا ما نخلصوش. زامر روبيني اخلصوا لليك، اخلصوا لليك، زامر روبيني. إذن هذه التعليمات إذن ما تثير إذن العجب والعجاب وتؤجج من نضالنا، فنحن سنستمر رغم قطع الماء، قالهم يقطعوا لنا غير الأكسجين. فكنطلبوا من هذا المجلس أن هناك إدارات عمومية عندها متأخرات تمشي تقطع على الإدارات، ماشي غير المواطن، هناك إدارات عندها متأخرات ديال صالح الشر. إلا كانت عندهم الجرأة لهذا المكتب المسير يمشي يقطع الإدارات، ما يقطعش غير المواطن. فهذه إذا نقطة سوداء كنسجلوها لهذا المكتب المسير. نرجع إذن أرباب الشاحنات، أرباب الشاحنات ماشي إحنا التنسيقية اللي قلنا لهم توقفوا ولا وقفوا الحركة ديال التشغيل ولا، فهما إذن اللي قاموا بهذا الإجراء نظرا لبعض المطالب عندهم مشروعة. فكنقولوا من هذا المنبر أنهم هاد المسؤولين يستجبوا المطالب ديالهم ويحلوا لهم هذه المشاكل، لأن المشاكل ديال أرباب الشاحنات إذن كتهم الجميع، كتهم الشغل، كتهم التجار ديال البناء، الطوب، الإسمنت والحديد. والتحية نضالية للأرباب الشاحنات، نضالية للأرباب الشاحنات، تحية نضالية للأرباب. شكرا. إذن نرجع الشكر لأتعامر عزاز علينا هذه المنطقة، لأن برهنات على التضامن ديالها والتضامن ديالها في شتى المجالات. غادي يجي واحد الاخ يقول هذا التضامن، فكان عقل سميتو في السبعينات من الشباب اللي كان يقراو معنا وكتحلفهم في الدراسه كيمشيو للخارج وكيستقبلوهم الاسر ديال تعامر ويستقبلوا الاولاد ديالهم حتى يوجدوا الشغل وكذلك الاوراق. كذلك مجموعه ديال المشاريع اللي حققوها هنا ما حققتهمش معاهم الدولة، فعندهم جالية العملة كيصيفطوا العملة الصعبة، وعندهم الأمناء ديالهم هنا والرجال ديالهم اللي قايمين بهذا الإشغال وبهذا التضامن. إذا هنيئا لكم. إذا ما نطولش. تحية نضالية، وتحية نضالية لحمام. شكرا السي عبد المجيد على التنطئة. فنزيد نضيف بالنسبة للحمام فوقاني، فإذا كانوا أرباب الشاحنات بكثرة فكيتمزجوا بالبنائين، يعني المصاوات عندهم بكثرة الحمد لله. والمشروع اللي راه ورانا من هنايا القنطرة المؤدية لسيدي عبد القادر ومحمد، نزجوها أولاد الحمام الفوقاني، المساهمة ديال الجالية ديالهم وديال البنائين ديالهم وديال العاملة ديالهم الخاصة بالصرفة، لان كان الواد هنايا وكان الناس كان الصعوبه ديال الولوج. اذا سميتو فاربطوا ما بين حمام فوقاني وكذلك سيدي عبد القادر محمد. ثم كذلك نمشيو من هنا من جهه بوزومه احفران، المنطقه ديال احفران على بعضهم احفران، كذلك انجزت قنطره. فهذا الانجازات اللي كيديرها المواطن راه ماشي مسهل. ونرجع للواد الحار، التصريف ديال المياه العديمة فتنجز بواحد المواصفات دقيقة، فيرجع الفضل للمؤسسين ديال الجمعية. فكنطرح واحد السؤال جوهري، واحد السؤال عريض، إذا كانت الجماعة أو المجلس كيفوت هذا القطاع الحيوي ديال الماء
والكهرباء والصرف الصحي، كيفاش غادي تعامل التفويت ديال الواد الحار ديال الحمام فوقاني؟ على ما اظن الحمام فوقاني هذا ملك لهم 100%، انه ملك لهم. كيفاش غادي تصرف؟ واش الشركه غادي تصرف مع الحمام فوقاني او الجماعه غادي تصرف مع الحمام فوقاني؟ هذا غادي نتركوا السؤال ان شاء الله، ما تجي لا الشركه لا غير ذلك، يبقى الحمام فوقاني ينفرد بمشروعه الخاص. لا لا للشركة، لا لا للشركة، لا لا للشركة، لا لا للشركة. مسألة ثانية، إن شاء الله السي عبد المجيد، جينا لهذ المنطقة لأن كان يعيبوا علينا في مناطق أخرى أننا علاش نديروا في هذه المنطقة، فالمناطق ديال فيه كلشي ديالنا، فالساحات كلشي ديالنا ديال الشعب، ف إبطاء ولا نتعاملوا ايجابيا مع الساكنه ديال الحمام فوقاني وخصوص النساء اللي كيجيو بكثره للزناقه، كيجيو لساحه سيدي العيسى، كيجيو لساحه بيران زران. فلذلك قررنا في الانسابيه اننا نجيو لهذ المنطقه باش نخفوا على الساكنه وعلى النساء ديال هاد الكبارات، اننا نخفوا عليهم اذا المجيء بهاد الكيلومترات. وحنا ان شاء الله رانا مستفرين، وكنشكروا الوقوف ديالهم مع المستشار ديالهم والمستشاره ديالهم ديال الحمام فوقاني. اذا ما نطولش، فنعطي الكلمه للاخ سهول ليلقي كلمته. تفضل سي سهول. السلام عليكم، مساء الخير عليكم. انا من جهتي وحنا مجموعه الاخوان في شيكي عايشنا مجموعة المحطات النضالية اللي فاتت هنا في شقيق، ونشهد شهادة حق أن كل هاد المحطات اللي عشناها بالانسياج، مشينا لعرجة مشكل ضياع أراضي العرجة وأخيرين في هاد المحطة اللي احنا فيها ومقبلها كذلك السياج، في كل هاد المحطات كان حضور ديال ساكنة الحمام الفوقاني رجالا ونساء حضورا وازنا، ومازال كنعيشوا ان هاد الساكنة ديال هاد الدائرة ساكنة حية مناضلة مقاومة مجاهدة. كل ما تعلق شي مشكل نتاع فيكيك الا وكانوا موجودين وحاضرين بكثرة. كاين واحد المسألة اللي بغينا نتفاهموا عليها الآن، حنا كتنسيقية وساكنة، أشار السي عبد الليل لمجموعة الأشياء، ولكن الآن غادي ناخذوا فيها الآن قرار جماعي، قرار جماعي ومتفقوا عليه كلنا. هذا المكسب المسير راه كيعاند الساكنة ويعاكس الساكنة، وكيدير قرارات اللي من شأنها غير تزيد شعلنا وتأجج الاحتجاجات. حنا كنا اتفقنا وهذا الشيء راه كنديروه، واخا كنديروه من أجل الساكنة راه في مصلحتهم هما، راه كنعاونوهم هما، خصهم يفهموا بلي راه حنا كنعاونوهم باش ما نزيدوش في المشاكل، ولكن هما راهم كيديروا غير ما يزيدوا المشاكل. اتفقنا على انه الخلاص نتاع الفواتير حنا رحنا مقاطعينه من اكتوبر الفوق، نتوما اللي قال لكم راه كيمشيو عندهم كيخلصوا كيقول له سير للمصلحه يصوبوا لك الفاتوره. واش كيديروا في هذا الشيء؟ معنا كي كتمشي كيجمعوا لك كل شيء. هذا كما قالت لي واحد الاخت الان هنا، قالت لي هذا فخ راهم كينصبوه الساكنة اللي بغات تسوي الوضعية ديالها مع المكسب. حنا نتوما غادي تمشيو تخلصوا داك الشيء حتى لشهر 9، اللي قالوا له سير تصاوب الفاتورة ما يخلصش كاع، إلا زادوا معنا ما غادي نخلصوا والو، ما نقضي ما نجحوا. شكرا.
الى زادوا في هذه الممارسه ما غادي نزيدوا ما نخلصوا لا القديم ولا الجديد. راه حنا كنقولوها لهم حذاري ما تدخلوناش عاد في شي مزايدات اللي تزعل عاد تسعد الشاكره اكثر. هذا جانب. المساله الثانيه، الان الى تلاحظوا هذه ملي بدا هذا الحراك، وان ان المشكل اللي كيجمعنا هو المشكل تاع الماء، هو رفض تفويت قطاع الماء للشركه. كنا دائما نستحضروا المشكل تاع الصحه، لان المشكل تاع الصحه كان في الدرجه الاولى. منين جا المشكل تاع الماء رجعناه في الدرجه الثانيه. ولكن شنو راه وقع؟ خصكم تعرفوا بان هاد المكتب المسير من سوء حظه. كاع النكبات، راه كثير من النكبات غادي يمروا على ظهره، والنكبه اللي جايه هي النكبه نتاع الصحه اللي راها كتشهد شي حوايج غريبه جدا. وكأن هاد الوزاره نتاع الصحه استغنات على فيكي، استغنات على 9000 نسمه ولات ما كتهمناش، ولات 9000 نسمه ما كتهمش وزاره الصحه. وقلت هادي وصمة عار في جبين هاد الحكومة، انها تخلي 9000 10000 نسمة من دون طبيب. ونعاود ان المعدل اللي متفق عليه مجلس الاقتصاد والتنمية كيقول باللي خاص كل 10000 نسمة، اسمعوا معايا مزيان، خاص كل 10000 نسمة يكون عندها معدل نتاع 6.2 طبيب. واش عندنا البدايات ها هي والطب فينا هما بنا، تا هي والطب فينا هي تا هي. معنا حنا هنا في فيكي اللي عندنا 10000 نسمة خص يكونوا عندنا على الاقل 6 الاطباء. 6. ماذا يقع الان؟ عارفين باللي الطبيب ديالنا راه ولا الواحد حتى باش يعبر لا طونسيون خصو يمشي لشي فرماسيان ويخلص 200 دورو. الله يرحمك على هاد الهضره. خصو يمشي للفرماسيان ويخلص 200 دورو، معناه طبيب مجرد قاعات وموظفين، بناية الموظفين. واش عارفين بلي ان هذاك المستوصف رغم ما فيه والو غادي يبيعوه، غادي يخصوه، غادي يدي شركة تديه وتبقى دير ما بغات في السكان. سمعوا مزيان، بعد الخصاصة تاع الماء فيكي راها جاية الخصاصة تاع الصحة. أكثر من ذلك، أن المستشفى اللي راه مبني تحت بغداد، اللي كنا في الوقت اللي حنا كنا نطالبوا باش يكون مستشفى عسكري، يعني ما يكونش مدني، باش نضمنوا الانضباط تاع الاطباء ونضمنوا الاستمراريه، لان كنعرفوا المؤسسه العسكريه فيها الانضباط وفيها الالتزام، في حين ان الاطباء المدنيين ما انضبطتش. وخاصه كنشوفوا حتى بوعرفه، المستشفى تاع بوعرفه كاين اطباء اللي محسوبين على بوعرفه وراهم كيخدموا في وجهه. الان هذا المستشفى كيدور واحد الكلام، بعد ما الوزاره عينات واحد المجموعه ديال الممرضات، واحد 4 نتاع السائقين نتاع
لسيارة الإسعاف، وهذا راه موقعوا بعدا على الالتحاق ديالهم. رغم في الوقت اللي كنا ننتظروا باش ينطلق هذا المستشفى يدور كلام، أقول يدور كلام على أن هذا المستشفى كذلك غادي يسلموه لأشخاص ذاتيين. ونحن نقول من هذه الساحة، ونقول باسم جميع الساكنة، كنطلبوا من الدولة، كنطلبوا من السلطات الحكومية تحمل مسؤولياتها الصحية في مدينة فيكي. ما بغينا سلم لا الشركة ولا الأشخاص ذاتيين، بغينا الوزارة الوصية تحمل المسؤولية ديالها فيكي، ما تسلم لا المستشفى ولا المستشفى الكبير الجديد لأي جهة. أنا كنتعجب أن الآن كنعرفوا بأن جماعة نتاع فيكي كاين واحد اللي ما يسمى بمجموعة الجماعات بوعرفة اللي غادي تتكلم بالصحة. الآن حتى باش يناقشوا الصحة في جامعة فيكي ما بقاش، الصحة راها في بوعرفة، لأن كل شيء ديالنا راه ولا في بوعرفة، كل شيء ديالنا ولا في بوعرفة. حنا بغينا ولينا شايطين على هاد الدولة، ما فهمناش، ولينا شايطين. الآن الجماعة ديالنا راها مساهمة بستين مليون، أقول الجمعية ديالنا مساهمة، الجماعة ديالنا المجلس الجماعي ديال فيكي مساهم بستين مليون في واحد مجموعة الجماعات اللي غادي تتكلم بالصحة اللي راه بوعرفة. فيكي الله كريم، لا صحة لا تعليم، لا صحة لا تعليم، فيكي الله كريم. شكرا. قلت جماعة ديالنا اسمها مزيان مساهمة بستين مليون باش المشاكل تاع الصحة غادي تعالج في هذه المؤسسة اللي هي بوعرفة. وغير البارح، غير في الأسبوع أو أسبوعين اللي فاتوا، كتذكروا دوك الحادثة نتاع داك الطفل المسكين في الدراجة النارية اللي دار ديك الحادثة، ما لقيناش حتى لومبيلونس، ولينا حنا نتسلفوا لومبيلونس على الجماعة المجاورة. هانتوما وش يا قليل يترقى هادشي اللي كاين. إذن ولذلك احنا الآن رغم المساهمة ديالنا في معرفة، رغم أن المجلس كيساهم ويدعم هذيك الجمعية تاع القطب الصحي، هما عطاو 10 مليون، وعطاو كذلك المجلس الإقليمي 10 مليون، رغم ذلك احنا ما بقينا نلقاو حتى باش نديرو نفوتو لاتونسيون في السبيطار. ولهذا هنا احنا كنقولوا بغينا الدولة هي اللي تحمل المسؤولية ديالها في القطاع الصحي في مدينة فيكي، ما قبلنا السبيطار يتعطى حتى شي جهة، وخاصة هاد المستشفى اللي كما قال الأخ عبدلي ها مؤخرا تعلن الافتتاح تاع مجموعة المستشفيات في الجهة الشرقية، شي 75 مستشفى، وتابعنا بكل تفاصيل ما تدخلش فيكي. منين سولنا كان بأن المستشفى تاع فيكي راه في المزاد العلني، تا هو راه في المزاد العلني، واش غادي يدي هذا ولا يدي هذا ولا تغلف به هاد الجهة؟ واك واك على شو فيك تهمشوها، واك واك على شوها فيك تهمشوها، فيك تهمشوها. نتمنى هاد الشيء ما يوقعش، ونتمنى هاد الكلام ما يكونش دقيق، ولكن كاين مجموعة ديال المؤشرات اللي كتدل عليه. وقعت هنا شي أشياء وحنا متابعين في الرباط على انه كاين شي تحركات اللي غادي تعطي ان هذا المستشفى غادي يتسلم لجهه من غير جهه حكوميه. حنا كنعرفوا ان حتى هذه الجهه او هاد الاشخاص اللي غادي يمكن يتكلفوا بهذا المستشفى
قدموا خدمات كبيرة لفيقي، الله يعطيهم الصحة، عندهم غيرة كبيرة على فيقي، ولكن ما نبغيناهمش ينوبوا على الدولة، خاص الدولة هي اللي تحمل المسؤولية ديالها. فيكيك تناديك يا جلالة الملك، ملك فيك تناديك. مسألة أخرى اللي أشاروا لها إخوان، وهي أن كل في بوعرفة داك النهار اللي مشينا كان اللي نادو قال باللي أرباب الشاحنات راهم سببوا في تجويع واحد الفئة، وهذا الشيء حرام عليهم. غير باش نوضحوا الأمور، أرباب الشاحنات مشكورين اللي راهم متضامنين مع الحراك ديال فيقي، ومن حقهم لأن حتى واحد ما يحيد منهم الانتماء ديالهم لواحد فيقي. هذا واحد من حقهم أنهم يتضامنوا مع السكينة. أكثر من ذلك، وغادي نشكر واحد الموقف بطولي، سميها أنا موقف بطولي، اللي قامت به واحد الفئة نتاع البناية، أنه كاين شي واحد باش يكسر الإضراب نتاع أرباب الشاحنات، مشى جاب الرملة من جهة أخرى بثمن باهظ باش يدير الضالة، والبناية الله يعطيهم الصحة رفضوا يمشيوا ويبنيوا له لأنهم متضامنين مع الحراك. تحية نضالية لبناية المدينة، تحية نضالية لبناية المدينة، هذا الموقف اعتبره موقف رجولي كبير، رغم انهم حتى هما كيعانيوا مثلهم مثل الخدام الاخرين، ولكن تضامن مع السكينة، واخا هذا رزقهم ما بغاوش يمشيو على الاقل عطوا عليه واحد الاسبوع، وهذا موقف مشرف كثير. مساله اخرى، كاين شي جهات كتقول ان ارباب الشاحنات خلونا بلا خدمه، راه كذا راه كذا، خصني حتى هما يديروا القانون، خصنا نعرفوا بان المشكل تاع ارباب الشاحنات اعمق مما نتصور، ماشي غير مشكل ديال الكوابط، راه عندهم مشاكل مرتبطة بالإدارة بعدا، مع لأن البني مرتبط بالشواهد الإدارية، مرتبط برخص البناء، وعندهم كذلك مشاكل في الطريق مع رجال الأمن ومع رجال الدرك الملكي، هذه مسألة يمكن تعالج. ولكن اللي هي أصعب من كل هاد الحوايج، أن العمل نفد ما بقاتش الرملة، لأنهم راهم كيتمنعوا يمشيو للجهة اللي فيها الرملة اللي كتصلح للبني، راهم كيتمنعوا يمشيو لشي جهة نتاع الواد اللي هي مغربية، وكيتمنعوا باش يمشيو ليها. هاد المسألة غادي تأثر على كل مناحي الحياة. حنا كنعرفوا أن توقف الشاحنات نتاع البني، خاصة نتاع الرمال، كتوقف عليه كاع الحركة الاقتصادية في المدينة، راه كيعاني منها النجار، ويعاني منها الحداد، ويعاني منها البناي، ويعاني منها مولا الألومنيوم، ويعاني منها التاجر. معناه إلا توقفوا الشاحنات نتاع الرملة، راه كاع الحركة الاقتصادية في البلاد كتوقف. ولهذا كما أشاروا الإخوان، نحن نطالب السلطات أنها تفتح حوار مع أرباب الشاحنات باش تعالجهم المشاكل اللي راه كيتخبطوا فيها هذه مدة، ماشي غير الكواغر، هم لا يمانعون من أنهم يديروا القانون، ما كيمنعوش أنهم باش يديروا القانون، ولكن السلطات تفتح معهم نقاش وحوار لحل
المشاكل اللي كيعانيو منها. وهذا التوقف راه ما مصلحت حتى شي واحد، ونتمنى السلطات الحكوميه المعنيه انها تسمع لهذا النداء وتحل هذا المشكل. وهما كيقولوا اننا متضامنين مع الحراك نتاع فيكيك في كل الاحوال. تحية لإيطاليا الجماهير في جيجيا، تحية جماهير في جيجيا.